شكرا للمنابر الإعلامية كاملة اللي شفتوا بسم الله الدورة الرابعة للمهرجان البنانة اللي فيه جميع الأنشطة والنشاط ديال الفروسية حاضر تو بقوة، والحضور تقريبا كاين من جميع المناطق ديال البلاد حاضرا. بالنسبة للفرق ديال الفروسية اللي تقريبا هذا العدد كان عدد كبير بزاف اللي فاتت 30 صربة، وتا الحضور كان حضور مميز، والحضور ديال الإخوان الصحراويين. السيدة الوزيرة شرفتنا بالحضور ديالها، وحنا مع الصحراء المغربية ودافعنا عليها، دافعوا عليها جدودنا، وحنا مازال مستعدين ندافعوا عليها، ونتمنى بعد الله تكون هاد النسخة الرابعة تكون مميزة. أول شيء كنشكركم على هاد الدعوة ديالنا، الحمد لله اليوم معكم في المهرجان ديال ونانا، اللي صراحة مهرجان كنفتخروا به كمغاربة كاملين، ومهرجان اللي كينم على الحمد لله على واحد المجهودات الجبارة ديال المنطقة ديال رؤساء الجماعات والسلطة الحمد لله هنا في المنطقة ديال وزان. وكنقول بأن هذا المهرجان ديال ونانا الحمد لله هو دافعة ويعني اقتصادية بالنسبة للمنطقة ككل، كتزخر بمؤهلات اقتصادية مهمة فلاحية اللي كتزخر بها المنطقة الحمد لله. وهذه النسخة الرابعة اللي الحمد لله هي سنة عن سنة كتجدد، وفيها الحمد لله استقبال واستقطاب لجميع المغاربة وزوار من جميع المملكة. واليوم الحمد لله احنا حاضرين مع السيد الرئيس اللي كنتمنى لهم التوفيق، وكنتمنوا ان هذا النسخة الخامسة ان شاء الله السنة الجاية ان شاء الله يكون فيها استقطاب اكبر لمناطق جهات المملكة كلها. وكنظن بانها اليوم شفنا بان حضورنا ماشي غير شرفنا، ولكن ايضا شفنا بان الناس جاية فرحانة، وهذا الفرح ديالك ينم على انه هو رافعة ولكن ايضا متنفس اقتصادي اجتماعي ثقافي بالنسبة للساكنة ككل. وايضا انا فخورة باكثر لان الموروث الثقافي الحساني الحمد لله حاضر، هذا كيدل على وحدة الحمد لله المغاربة ككل من جميع الجهات تحت الرعاية او تحت الحمد لله قيادة رشيدة لجلالة الملك الحمد لله نصره الله. الله يوفقكم، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وكنتمنى ان شاء الله يكون مردود اقتصادي كبير على المنطقة، ويكون دائما رافعة كبير بالنسبة للمنطقة، ويكون عندنا تسويق اكبر لهذا المهرجان لانه فعلا فعلا متنفس اجتماعي واقتصادي لجميع الساكنة ماشي غير المنطقة ولكن المغاربة كلهم. شكرا جزيلا. العبودي رئيس جامعة قلعة فقراء اقليم وزان. قربنا شوية من المشاركة ديالكم انتم كجماعة في هذا المهرجان، بالنسبة لهذا المهرجان ونانا اللي عطى واحد الصدى على مستوى الإعلام والمستوى الوطني، والحمد لله حنا كنفتخروا بأننا كنتواجدوا في ونانا، لأن الحمد لله المهرجان ونانا ولا كيمثل الإعلام ديال وزان، وحنا كنشجعوا هذا المهرجان هذا، وكنفتخروا لأننا داخل هذا الإعلام، هذو الجامعة ونانا كتنتمي للإعلام ديالنا الحمد لله، ولات كتمثلنا أحسن تمثيل. ملي كيفرحوا هاد الناس، كاين الناس هنا اللي ما كتخرج ما كتسافر لا للمدينات لا والو، كنقربوا لهم هذا الشيء هذا الحمد لله، وكاين الناس كيبيعوا المنتوجات المجاليه ديالهم واللي كيترزق الله، وهاد الناس عاوتاني ديال شويه الفولكلور ديال البلاد ديالنا عاوتاني شويه كيتصوع الحمد لله، الامور ماشيه على ما يرام. والتحيه للرجال الدرك الملكي والرجال القوات المساعده على التنظيم ديالهم الكبير، وكاينين الناس ديال فقراء كثير، لاننا عرضنا عليهم ان شاء الله وعطيناهم لي زانفيتاسيون ديالهم باش يكونوا حاضرين ان شاء الله، وحاضرين الاقليم كامل تقريبا حاضرنا فنانا، ونطلب الله ان علاش لا يكون شي مهرجان عندنا ان شاء الله في بقراء وتكونوا حاضرين معنا ان شاء الله يا رب. عبد العزيز الشهاب نائب برلماني عضو المكتب ديال مجلس النواب. وفي الحقيقه هذا المهرجان ديال ونانا اصبح مهرجان وطنيا بامتياز، هذه الدوره الرابعه اللي كنعيشوها على مستوى ديال اقليم وزان، وهذا المهرجان اللي حقيقه كيقوم بواحد الدور كبير، اولا لابراز المؤهلات لا الثقافيه ولا الاجتماعيه ولا الفلاحيه ديال المنطقه ديال دائره الوحده وجماعه ونانا بالخصوص، وكذلك مناسبه لان الزياره ديال الفن ديال الطبوريضه كما كتسمعوا للساكنات ديال المناطق الجبليه للاطلاع عن كتاب وعن قرب على الفن الوطني الاصيل ديال الطبوريضه اللي خصنا كذلك نزيدوا نعطيوه كامل الاهميه، لانه فن مغربي اصيل، وما احوجنا الى الاهتمام اكثر بالثقافه المغربيه والفنون المغربيه اللي ما كتشوفوا دائما ابدا
واحد مجموعه ديال الخصوم اللي حاولوا كيحاولوا ما امكن ياخذوا لنا الثقافه ديالنا ديال بلادنا وديال المناطق الجبليه وديال المغرب بالخصوص. كذلك هذه مناسبه ان الساكنه المحليه ساكنه ديال اقليم وزان اول حاجه تفوج على النفس، وكذلك ديال التلاحم ديال التآزر ديال التضامن بين القبائل بين الدواوير، هذا مهم لان هذه في الاعراف ديالنا وفي التقاليد ديالنا كنا دائما وابدا كننظموا شانات عفوا وكذلك مواسم سنويه اللي كانت مناسبه ديال واحد المجموعه ديال العائلات ديال الساكنه انها كتلاقى فيما بينها كتصالح فيما بينها كتعرف فيما بينها. كذلك ما ننساوش الدور الاقتصادي المهم اللي كيقوموا به المراجعات وخصوصا انه كيخلق المجال فتح المجال واحد المجموعه ديال البائعين الصناع التقليديين ديال الفلاحه كيبيعوا المنتوجات ديالهم المحليه، ولكن اكثر من هذا والابراز ديال المنطقه ديال المؤهلات ديال المنطقه والتعريف اكثر بالجماعات الترابيه ديال دائره الوحده وديال اقليم وزان عموما. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.